في البداية اسمحوا لنا نرحب بأولى ضيوفنا النهاردة. هنلتقي مع دكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بك. 30/6 يعني التاريخ والأوراق في المجال الاقتصادي بتقول أن مصر كان يعني عندها انخفاض شديد جدا في الاحتياطي النقدي بتاعها، وبعد 7 سنوات احنا بقى عندنا نمو وعندنا شكل مختلف خالص لشكل الاقتصادي بتاعنا وشكلنا كمان في الأسواق في الخارج. كلمنا عن ده. اسمحي لي أبدأ في البداية بأن أنا أقتبس كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال أن مصر قبل 30/6 كانت شبه دولة، وبعد 30/6 أصبحنا دولة. الحقيقة عشان نتكلم على الوضع الاقتصادي قبل 30/6 وبعد 30/6 ممكن ان احنا نتناول بعض المؤشرات الاقتصاديه الداله على الفرق ما بين قبل 30/6 وبعد 30/6. الحقيقه بالنسبه لمعدل النمو قبل 30/6 كنا وصلنا قبل 30/6 كان 1.8 معدل النمو بتاع مصر، وكان معدل سيء جدا بالنسبه لمعدل اقتصادات الشرق الاوسط. بعد 30/6 وصلنا معدل نمو 5.6، ده كان في 2019 قبل جائحة كورونا، وده كان معدل حلو جدا يفوق كل التوقعات. في 2020 بعد فيروس كورونا وصلنا إلى 3.6، ودي توقعات فائت صندوق النقد الدولي، ووصلنا حاليا في 2021 في الجزء الأول منه وصلنا إلى 1.4، وده معدل جيد جدا بالرغم من إن جائحة كورونا معظم الدول حققت معدل نمو سالب، مصر الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا اللي حققت معدل نمو إيجابي. ده بالنسبة لمعدل النمو. الحقيقة معدل التضخم كان قبل 30/6 كنا وصلنا ل 10.3، وده كان معدل برضو سيء. بعد 30/6 وصلنا إلى معدل تضخم 4.1. الحقيقة كان أيضا من ضمن المؤشرات عندنا كان معدل عجز الموازنة. طبعا كان عندنا معدل عجز الموازنه، ده كان وصلنا الى 14.9، وده كان مؤشر سيء جدا. بعد 30/6 الحمد لله وصلنا في بالنسبه لعجز الموازنه ان احنا حققنا كمان وفر في الموازنه، اي نعم هو صغير لكنه ايجابي، وصلنا ان احنا حققنا وفر في الموازنه وصلنا الى 4، ودي طفره بالنسبه ان احنا كنا بالسالب. برضو من ضمن ايضا المؤشرات قبل 30/6، وده مؤشر كان خطير جدا، مؤشر خاص بالاستثمارات. الحقيقه كان قبل 30/6 الاستثمارات حصل فيها خفض وصل ل 3.7. لما نيجي نبص على معدل الاستثمار الاجنبي 0% قبل 30/6. بعد 30/6 الحمد لله حصلت الطفره، حققنا معدل استثمارات وصلنا فيه الى 970 مليار جنيه.